وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مسعد البلتاجي إمام مسجد كندا. أهلا بك. هل ترى أن كندا لحقت ببقية الدول الغربية فيما يخص انتشار ظاهرة العداء للإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فشكر الله لكم أولا، وشكر كما أشكر دائما كل قناة تهتم بأمور المسلمين. بارك الله تعالى فيكم جهدكم وبورك عليكم. أما عن قضية الإسلام فوبيا وقضية انضمام كندا إلى باقي الدول الأخرى في عدم الاهتمام بهذه الأمور، فهذا قد يعد غير مقبول ومرفوض في ظل هذه الحكومة الراهنة الآن، والتي برهنت ودللت على رفضها بشكل قاطع لكل مظاهر التحامل والكراهية والخوف من الإسلام والمسلمين. إذ أن الحكومة القائمة الآن ممثلة في حزب الليبرال أدانت بشكل تام وبكل قوة الحدث الذي تعرض له المسجد الإسلامي أو المركز الإسلامي في كيبيك، وخرجت وعبرت عن هذا بكامل أطيافها حكومة وشعبا. كذلك أدانت كل مظاهر العنف التي تتعرض لها بعض المساجد الآن عاقب هذا الحدث، سواء ذلكم الحدث الذي وقع في مدينة مونتريال بعد حادث كيبيك بعدة أيام، وكذلك عندنا حدث وقع بالأمس أو أمس الأمس تعرضت له مسجد آخر، وخرجت الشرطة وخرجت الحكومة وعبروا عن كامل استيائهم ورفضوا كل هذه المظاهر وأدانوها. وكذلك الحزب الحاكم الآن أيد مشروع قانون الإسلامفوبيا التي تقدمت به إحدى نائبات البرلمان الكندي السيدة إقرأ خالد ودعموها، ولكن هناك مجموعات ماذا أقول عنصرية أو عندها عفن أو خبث فكري وديني تناهض الموافقة على هذا المشروع أو هذا القرار. نعم. وهذا ما أدعو إليه أنا الآن، أننا ينبغي على المستوى الإعلامي والمستوى الدولي أن ننشر مثل هذه القضايا وندعمها. كذا أطالب من خلال هذا المنبر الإعلامي الحكومة القائمة الآن والمسؤولين عن ضرورة الوقوف بجانب القضايا الإنسانية وبجانب الإسلام والمسلمين وبجانب كل الأقليات. نعم. دعمهم. يعني كونكم شخصيات دينية موجودة في كندا، ما المهام الملقاة على عاتقكم، وهل تتعرضون لمضايقات من أي جهة كانت؟ والله نحن كمسؤولين وكأئمة، أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا دائما لنصرة هذا الدين، الأمانة ثقيلة، لأن الله جل وعلا حينما قال إن عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إنها ثقيلة أمام الله جل وعلا. وكذلك ما نقوم به نحن الآن هو حث المسلمين أو المصلين وكل رواد المساجد على أن يقوموا بضبط النفس وعدم رد الإساءة بمثلها، إذ أن من يسيء الآن أو يردها الإساءة بمثلها إنما هو يثير الغبار على الدعوة، وكذلك يؤلب علينا يعني أناس كثيرين أو أعداء آخرين، ونحن في غنى عن كل ذلك. فنحن نحثهم على ضبط النفس، كذلك نحثهم على ضرورة التعايش والاندماج والتسامح مع غير المسلمين. كذلك ندعو الآن إلى فتح أبواب المساجد بصفة دورية شهرية أو تنظيمية كل مدة للتعريف بالإسلام والمسلمين. كذلك ندعو المسلمين، أدعو كل مسلم أن يسمعني في العالم الغربي وفي كندا وفي كل دولة غير ديار الإسلام أن يقوموا بالتعريف بالإسلام، فهم أمناء وهم دعاة، فالله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. نعم. أنا كل مسلم في مكانه في وظيفته في منصبه أن يكون داعية بأخلاقه، أن يكون داعية بسمته، أن يكون داعية بحسن جواره، أن يكون داعية بإحسانه، أن يكون داعية بإبراز نعم. وصلت الفكرة الأستاذ مسعد البلتاجي إمام مسجد في كندا، شكرا جزيلا لك.